استاذ عادل، ممكن نعرف من حضرتك نوع الزيتون اللي شغالين ده عليه؟ ده اسمه دولتس. دولتس حضرتك انا شايف فيه الوان كده سودة على اخضر منه. هو الدولتس ده ما بيتجمعش الا ملون كده، يعني وقت الجمع بتاعه لازم يكون لون، حبايه تكون حلوه. يعني هو على كده مثلا الاسود ده مجموع مع الاخضر ده في نفس الوقت، يعني مش استوى مثلا لا من هو حراره او لا 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 هو توقيت واحد. وحضرتك الكيلو من الدولس ده بكام؟ كيلو من الدولس ده بيعمل من 20 ل 30 جنيه. من 20 ل 30. ايه الانواع اللي نزلت في الوقت الحالي؟ خلاص احنا نعتبر في نص الموسم ولا في اخر الموسم مش عارف. لا بالنسبه للاخضرات التفاح والنرجسي والحاجات البلديات دي يعتبر الموسم بيشتغل. حاجات بقى اللي هي الاصناف الاسباني بقى اللي بتشتغل لسه، دولسي كلاماتا الاسباني بيكوال، كل ده لسه بيشتغل. ودي حضرتك بتعتبر انواع زيوت اللي يعني 10 ايام مثلا تخليلها ايه؟ نسبه الزيت فيها عاليه عن البلديات. الزيت تعتبر نوع مستوى تخليل وزيوت. تمام. اقصد اقول لحضرتك يعني تقعد مثلا 10 ايام اسبوع عبال ما يتخلل ويخلص، ولا يقعد مده كبيره للمطاعم والمحلات والناس اللي عايز تعمل في رمضان؟ بيستوي بعد 10 ايام وخمس ايام. مفيش لا الزيتون اقل حاجه شهرين ثلاثه. المصانع هي اللي ممكن تسوي بعد شهر. التفاح ما ياخدش مده قليله؟ شهر برضه. تمام. طيب ان شاء الله انا هستنى حضرتك بعد الشغل اللي انت بتعمله ده وننتقل على نوع تاني من الزيتون. ماشي. طبعا اعزائي المشاهدين، احنا في سوق العبور، وطبعا الاستاذ عادل جويد يعني بيعتبر امبراطوريه الزيتون في سوق العبور، واحنا منتظرين يخلص بس الفرز اللي هم بيعملوه علشان يبقى في حد معانا ان شاء الله عند الانواع الثانيه. استاذ هاني، المشاهد لما بيشوف الانواع من الزيتون عنده يا تفاح يا عزيزي، وانا ما شاء الله شايف انواع يعني في المدور وفي الاسود، ده نوع ايه؟ يا تفاح. ده تفاح بكام النهارده؟ بص، موضوع الاسعار ده بيعمل لنا مشاكل مع الناس كتير، الفيديوهات اللي انت بتعملها وغيرك بيعملها دي حقيقه بيتقال فيها الاسعار، الناس بتاخد الاسعار دي بجمله عايزين يشتروا بيها بره، طبعا في تكلفه وفي نقل وفي خساسان ميزان وفي فرق حاجات كتير. أيوه. فالموضوع ده بيعمل مشاكل مع الناس اللي بتبيع وتشتري بره. احنا خلينا نقول الانواع ونقول الدنيا عامله ايه. أيوه. تمام. ونقول متوسط سعر. أيوه. وغير كده بقى مش هنقدر نقول حاجه، نوقف حال الناس يعني. بص انا بصراحه انا بايدك، يعني انا معاك والفيديو مش هشيل منه حاجه. أوكي. انا بايدك لاسباب، حتى في ناس بيقولوا لنا ايه ده احنا عندنا غالب كذا، يا جماعه ده سوق جمله جمله. لا ومش كل الزرع يعني، ممكن انا ابيع تفاحه زي كده مثلا ب 40 جنيه مثلا، وممكن سوق كمان ساعه نبيع ب 45، وممكن ارجع ابيع ب 35. وفي حضرتك انت صدفه وفي... ايوه لا انا بكلمك كمان على السوق من غير المصاريف. حضرتك بقى صدفه ان انت اشتريت في اي وقت. ايوه تمام. ايوه اشتريت في الوقت اللي هو سعالي فيه ولا في الوقت اللي هو في ناس بتتفرج على الفيديو بتاع السنه اللي فاتت دلوقتي وترجع تفتكر ان الاسعار. أيوه. هي فاكر حضرتك الفيديو. أيوه. اللي عملناه انا وانت السنه اللي فاتت. ايوه ده سوق وفي مصاريف وفي تكاليف. أيوة. تمام. فانا اللي معاش معنى ان انا اقول السعر هنا، انا بقول 40، فحضرتك لما تروح عند الزبون عايز تشتري ب 40 ما ينفعش. لا طبعا. تمام. هو عنده اقل حاجه تكلفه 2 جنيه 3 جنيه. أيوة. نقل وخسان الزله ده، الصندوق ده 20 كيلو، قبل ما. أيوة. هو بيبيعه قطاعي كيلو و2 و3 بيخس كيلو. اقل حاجه تقدر تبيعها 20 كيلو؟ كيلو ب 40 جنيه. اقل حاجه تقدر تبيعها 20 كيلو؟ صندوق الكيلو ده ب 40 جنيه، لما تقسمه على ال 20 كيلو يزود الكيلو 2 جنيه، خسان ميزان بس. أيوة. لو الصندوق ده خس كيلو معاه وهو بيبيع. أيوة. يزود الكيلو 2 جنيه غير النقل وغير كل حاجه. تمام. استاذ هاني، استاذ هاني عادل جويد مازال معانا من سوق العبور. حضرتك والنوع ده كلاماتا، ده كلاماتا بقى اللي الناس دايما مستنيه، محبوب كده عند الناس مش كده؟ مش يعني الناس اللي هي بتحب الاصناف اللي فيها نسبه زيت عاليه. كلاماتا طبعا هو اعلى زيتون يعني. ما شاء الله. المفروض اللي هو اعلى حاجه في الاسمرات. هو اسمر بقى. يعني ايه؟ ما ينفعش يبقى شوكولاته ولا يعني ما ينفعش ملون ولا اخضر. لا ملون زي الاخضر، اخواتنا السوريين هم اللي بياخدوه. زي ما احنا كنا بنفرز الدولسي ده كده. أيوه. دولسي ده بيقولوا عليه في السوق هنا كلاماتا مصر، يعني حضرتك بتخش السوبر ماركت. أيوه. مفيش حاجه اسمها دولسي. أيوه. في كلاماتا مصر. لان ايوه لان شكله كده ايه مطول شويه او مسحوب شويه، بس هم بيتباع، هم في ناس ما تعرفش ان دي كلاماتا وعارفين ان الدولسي ده كلاماتا. ايوه. طب انا هخلي معايا الكلاماتا لما نيجي ناحيه الدولسي. النوع ده انا شايفه غريب.
لا ده العقصي ده اسمه عجيزي عقصي. ده اللي هو العجيزي مش الشامي. العجيزي نوعين، في عجيزي الشامي وفي عجيزي عقصي اللي هو العزيزي الناس بتقول عليه عزيزي. احنا بنقول عليه عجيزي. بس عموما يعني بعيد عن ده اصناف بلدي نسبه الزيت فيها قليله زي زي التفاح زي العجيزي. بس مش كل برضه هوايات واذواق. طب ده حضرتك مش مختلف عنه؟ لا لا نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ النوع ده؟ ده كلاماته برضه بس ده الدبلانة. ده شوفه ده بياخدوه دي مش دبلانة. لا دي سليمة دي الفرزة بتاعتها. ده بياخدوه السوريين اخواتنا السوريين هم اللي بيشتغلوا بيه. بيعملوا طعمه اجمل من ده، اجمل من حركة ماسكة في ايدك. بيعملوا حاجة اسمها عطون بيتخلل بملح بس وزيت زيتون. ده اللي هو العطون اخواتنا السوريين عارفينه. دي طريقة. طيب حضرتك ده عجيزي بس رفايع. يعني عجيزي زي ده كده؟ ده شامي. ده عقص وده شامي. ده شامي عجيزي شامي. تمام. بس احجام رفايع شوية. حضرتك نفس الكلام. نقدر نقول ان الزيتون السنة دي سعره مرتفع شوية عن السنين اللي فاتت ثاني ولا؟ لو قارنت الزيتون سلعة كلها تصدير. لو قارنت الأسعار بالسنة اللي فاتت. تعرف ان الأسعار السنة دي أقل من السنة اللي فاتت. ازاي؟ السنة اللي فاتت الزيتون ده كنا ب 20 جنيه، كان الدولار ب 15.5، السنة دي الدولار دخل على 40 جنيه. أيوة. تمام؟ فلو أنت قارنت النسبة وتناسب لا الزيتون السنة دي رخيص مش غالي. هو اللي عامل كده في الدولار. طبعًا إحنا لأن هو كله تصدير. هو سلعة رفاهية. الأسباني والأبروسي تقريبًا تصدير أكتر. كل الأصناف. كل الأصناف تصدير. صنع السنة دي سحب الأصناف كلها من السوق، حتى حضرتك لو لفيت السوق كله هتلاقي الزرع ولا رخيص. كل هلاقي ايه حضرتك؟ تلاقي الزرع الزيتون قليل غير السنه اللي فاتت. عشان المصانع سحب الزيتون من السوق. ده ملوش دعوه بعاصفه قامت وقت الزيتون والمانجا و لا 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 الزيتون اللي السنه دي المحصول كويس. بس التصدير فيه عالي عشان فرق العمله. ما شاء الله. هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه حضرتك اللي هو الدولسي اللي هو ايه الشوكولاته اللي جايب الوان جايب بعضه. احنا بنفرزه عشان نطلع، عشان في ناس عايزه الاخضر. في ناس عايزه الاخضر زياده كده. وفي ناس عايزه الاسمر. ده بياكل ده لوحده وده لوحده، فاحنا بنفرزه عشان كده. شوف حضرتك الكلاماته الكلاماته والدولسي وحتى الالوان منه يعني مش جايبه السواد. لا ان اللي هو لما بيسود الدولسي بص حضرتك كده. لا قرب هنا. لما الدولسي بيسود بيطرى غير الكلاماته. يعني الافضل ان هو يتجمع مش اغلط كده ملون، انما لما بيسود بيطرى بيقع بيسقط من على الشجر. احنا بالنسبه لنا كمصريين الزيتون الطري مش محبوب. لا السوريين بياخدوه بقى بيلفوه بالملح يعملوه على الطوم. ده كل واحد بقى وليه. استاذ هاني عادل احنا متشكرين لحضرتك جدا وكل سنه وانتم بخير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين طبعا انا اتكلمت كتير على عم حسن اللي في سوق العبور وعنبر الليمون والزيتون. في الحقيقه انا بقول لحضراتكم يعني عم حسن تقريبا انت قاعد طول اليوم 24 مش كده؟ ربنا يديك الصحه. وطبعا السوق جوه بيبيع بالجمله وحضرتك هنا بتبيع قطاعي. يعني اللي عايز كيلو 2 كيلو بديله تديله. تمام. وعايز نص كيلو فلفل بديله. اللهم صل على النبي. عايز مكرفس بديله. وشايف عندك زيتون مخلل. بخلله انا عارض. بعرض بقول للزبون يعرف يعمل ايه ويسوي ايه بشرح له. تمام. بيخلل ازاي الاسمر يخلل ازاي الاخضر. كده الليمون. طب ما تدينا فكره كده بين مثلا التفاحي والكلاماته. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. الكلاماته بتحط لها ميه وملح بس. ميه وملح. ميه وملح. والاسبوع بعد اسبوع بغير الميه بتاعتها. يعني اديها الميه والملح وبعد اسبوع غير الميه بتاعتها. ايوه. وبعد شهر اطلعها استوت واستوت وحلوه اشطفها حلو. يعني انا لو حطيت ميه وملح وبعد اسبوع افتح البرطمان عادي؟ اغير الميه بتاعته. يعني افتح البرطمان اغير الميه؟ اغير الميه بتاعته. نزلت المراره بتاعتها والميه بتاعته نزلت منها. فانا اغير الميه تاني. تمام. وميه بنفس المقادير ميه وملح برضه. تمام. وبعد شهر بقى من الاسبوع افتح واكل. تمام. افتح واكل. ده بالنسبه للاسمر. ده بالنسبه للدولسي ده بخليه ميه وملح. ده دولسي. ده دولسي بخليه ميه وملح. اللي هناك ده تفاح صغنن. اللي هو البطرمان اللي هناك ده. بيبقى التفاح انا بنقي الصغيره بتاعته بعملها بطرمانات. ايوه. بخليها عرض ليه. والبرطمان ده بكام يا عم حسن؟ ما ببيعوش في الاخر بقى ساعه نصيبه بياخده اروحه فيه. يعني لكن انت بتقول للناس ان انا ايه كده كده الحاجه كده اللي انا هاخدها ممكن اللي هتاخدها مني ممكن تعملها كده تطلع حلوه. كنت عايز اعمل اكل شيء الوصفه يعمل ايه ويسوي ايه. بس في ناس بتعمل بالطريقه بتاعته وفي ناس بتعمل بطريقتها. ايوه. بس في ناس بتحط ليمون وفي ناس ما بتحطش ليمون. تمام. الزيتون لازم تحط له ميه وملح وليمون.
ده بالنسبه للتفاح او الاخضر. الكلماطه بقى ايا كان اخضر الكلماطه بنحط له ميه وملح بس. ما انت قلت لي الكلماطه ميه وملح ايا كان اسمر بقى. ايوه ايا كان اسمر تفاح اسمر عزيز اسمر وفي اسمر بيتلف بالملح. يعني ايه سردين؟ زي السردين بتحط له رق ملح ورق شطه رق ملح ورق شطه. الدقه القديمه بتاع زمان اللي هو بقى ايه الاسمر اللي هو التفاحي بيبقى لما هو زي ايه مكرمش تفاح الشوكولاته بيبقى فيه تفاح اسمر مكرمش كده ده بتحط له ميه وملح. يفرق يا عم حسن المكرمش والطري عن الجامد؟ طبعا الحبايه الجامده نحط لها ميه وملح. الحبايه المستويه اللي فيها بالملح زي السردين بس ده اللي اقدر اقوله يعني. تمام كويس بس تمام. لكن ده بتحط له ميه وملح وليمون يطلع برده على لونه كده وساعات ابيض. حضرتك بتبيع هنا التفاحي بكام؟ انت طبعا يعني نقدر نقول والله انا اسعارك من قبل ما لمواجه. والله انا بتناول الجميع برده ان انا يعني حاسس نقدر نقول عليه ايه انا انا حاسس الجمله مثلا الجمله في 42 في 43 في 40 جنيه التفاحي على حسب يعني انا لو جبت ب 40 ابيع ب 42 كويس بيصرف جنيه وانا باخد جنيه كويس حلال كده. إذا جبت 43 ببيعه ب 45 تمام مش أكتر من ده بالنسبة ده بيجي ب 33 ده نوع إيه ده؟ عزيز الشامي عزيز الشامي عزيز الشامي ده اللي هو بتاع إيه اللي هو بتاع عارون ده اللي هو بتاع الفيوم في بقى الجبل بقى اللي هو بتاع إسماعيلية بتاع سينا كده يعني. الله يسهل لك يا أبو رزق الله يسهل لك يابا. طيب نتفرج طبعا على الكرامات عم حسن الكرامات يا فندم. طيب بعد اذنك بس نروح ننزل دي الكرامات ده نوع وده نوع دي ارض ودي ارض دي طيبه عندي دي طيبه عندي دي استوت قوي دي دي استوت على طول على الاكل دي لكن دي لسه فيها الميه بتاعتها تمام دي خلاص هنعمل بيه فيها بقى ويا الميه وملح ودي ميه وملح برضه والاسمر زي ما قلت لك التفاح ده ميه وملح اهو اللي هو ده تمام. الناس يقولوا على الزيتون اسود وخلاص ولا في ناس عارفه فعلا ان الاسمر التفاحي انا مش اسود انا اقول اسمر ماشي الاسمر يعني الناس عارفه ان ده تفاحي اسمر اسمر خدت بالك انت على ابوه على ابوه طبيعي ما يجيش مثلا يقول لك انا عايز ايه اسمر تديله تفاحي تديله كرامات لو عايزه بقى لا انا اقول له ساعتها في كرامات في عزيزي في تفاحي وبيجي على عزيزي اسمر برده نفس النوعيه اللي فوق دي بيجي منها اسمر ايوه والكرامات بكام يا عم حسن والله دي ب 50 جنيه ب 50 شايف حضرتك حاطط كمان فلفل وليمون بس ما لسه ما جبتش الفلفل عنده فلفل اخضر وفلفل احمر غير تشكيله وكرفس عندي كرفس بجيبه برضه الحاجات دي كلها اللي بتتحط على الكماليات الليمون انت بتبيع ببيع الليمون كيلو ونص ب 10 وفي ليمون ده عندي ب 8 جنيه الليمون المحوط ده ب 8 جنيه تمام المخوص ده بيبقى المخوص اللي هو الناشف يعني طيب ربنا يعينك عم حسن واحنا مشكرين ليك وكتر الف خيرك وربنا يديك الصحه انك انت بتقول لي ان انت قاعد 24 ساعه كل سنه وحضرتك طيب شكرا يا عم حسن.